باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قراءات يوم السبت من الأسبوع الخامس من الخمسين المقدسة. إنجيل عشية. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته. من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. يا بيت إسرائيل بارك الرب، يا بيت هارون بارك الرب، يا بيت لاوي بارك الرب، يا خائفي الرب بارك الرب. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. ولما دخل بيت رئيس للفريسيين في السبت ليأكل خبزا وكانوا يراقبون، وإذا برجل أمامه كان به استسقاء، فأجاب يسوع وخاطب الناموسيين والفريسيين قائلا: أيحل الإبراء في السبت أم لا؟ فسكتوا، فأمسكه وأبرأه وصرفا. ثم قال لهم: من منكم يقع حماره أو ثوره في بئر ولا يصعده حالا في يوم السبت؟ فلم يقدروا أن يجيبوا عن هذا والمجد لله دائما. إنجيل باكر.
قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. يا رب في السماء رحمتك وبرك إلى السحاب، عدلك مثل جبال الله، هللويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. وفي اليوم الأخير من العيد الكبير وقف يسوع وصاح قائلا: من يعطش فليقبل إلي ليشرب، ومن يؤمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء الحياة. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوا، لأن الروح القدس لم يكن قد حل بعد، لأن يسوع لم يكن قد تمجد بعد. وقوم من الجمع لما سمعوا هذا الكلام كانوا يقولون: هذا هو النبي حقا، وآخرون قالوا: هذا هو المسيح، وآخرون قالوا: هل يأتي المسيح من الجليل؟ ألم يقل الكتاب إنه من نسل داود يأتي المسيح من بيت لحم القرية التي كان داود فيها؟ فحدث شقاق في الجمع من أجله، وكان قوم منهم يريدون أن يمسكوه، ولكن لم يقدر أحد أن يلقي عليه يديه. فجاء الخدام إلى رؤساء الكهنة والفريسيين فقال لهم: أولئك لماذا لم تأتوا به؟ أجاب الخدام قائلين:
إنه لم يتكلم قط إنسان هكذا. والمجد لله داه. البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته علينا آمين. لأن الناموس إنما كان له ظل الخيرات المزمعة لا نفس صورة الأشياء، ولذلك كانوا يقربون كل سنة تلك الذبائح التي بنفسها لم تستطع قط أن تكمل أولئك الذين كانوا يقربونها، فلو كانوا يتكملون بها لكانوا استراحوا من تقريبها، وإلا فما زالت تقدم لأن نيات الذين تطهروا بها مرة لا تشعر بالخطايا، لكنهم كانوا يذكرون خطاياهم في كل سنة بتلك الذبائح، لأنه لا يستطيع دم الثيران والجداء تطهير الخطايا. لذلك عند دخوله إلى العالم قال: إنك لم تسر بالذبائح والقرابين، ولكنك هيأت لي جسدا، ولم تسر بالمحرقات والذبائح على الخطايا. حينئذ قلت: هأنذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأعمل بمسرتك يا الله. وقال قبل هذا: إنك لم ترضى بالذبائح والقرابين والمحرقات المقربة على الخطايا، تلك التي تقرب حسب الناموس. ثم بعد هذا قال: هأنذا أجيء لأعمل بمسرتك يا الله. وبهذا القول يبطل الأول لكي يثبت الثاني، فبمسرته هذه تقدسنا بقربان جسد يسوع المسيح الذي تقدم مرة واحدة. وكل كاهن كان يقوم ويخدم كل يوم إنما كان يقرب تلك الذبائح عينها التي لم تكن تستطيع قط أن تطهر الخطايا. فأما هذا فإنه بعدما قرب ذبيحة واحدة على الخطايا جلس عن يمين الله إلى الأبد، وهو الآن باق حتى يوضع أعداؤه تحت موطئ قدميه. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا، آمين. الكاثوليكون فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس يوحنا الرسول، بركته علينا آمين. وهذه هي الشهادة: أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له ابن الله له الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت إليكم بهذا كي تعلموا أن لكم حياة أبدية أيها المؤمنون باسم ابن الله، وهذه هي الدالة التي لنا عنده، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نرى أنه يسمع لنا كل ما نطلبه منه نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها. إن رأى أحد أخاه أخطأ خطية ليست موجبة للموت فليطلب أن تعطى له حياة للذين يخطئون خطية ليست للموت. توجد خطية موجبة للموت، ليس قولي عن تلك أن يطلب من أجلها، كل ظلم فهو خطية. وتوجد خطية ليست موجبة للموت، نحن نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ ذاته ولا يمسه الشرير. نعلم أننا نحن من الله، والعالم كله قد وضع في الشرير، ونعلم
أن ابن الله قد جاء ووهب لنا علما لنعرف الإله الحقيقي ونثبت في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. أيها الأبناء، احفظوا نفوسكم من عبادة الأصنام. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. ألبراكسيس، فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم علينا. آمين. أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. فلما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين وانقسم الشعب، وذلك أن الصدوقيين يقولون إنه ليس قيامة ولا ملائكة ولا روح، فأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. وكان ضجيج كثير، فوثب كتبة حزب الفريسيين فطفقوا يرفعون أصواتهم ويقولون لسنا نجد شيئا رديا في هذا الرجل، فإن كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله. فلما حدثت بينهم منازعة كثيرة خاف الأمير أن يفسخوا بولس، فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويدخلوه إلى المعسكر. فلما كان الليل وقف به الرب وقال ثق يا بولس، لأنك كما شهدت لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد لي في رومية أيضا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. آمين. إنجيل القداس. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميع من مزامير أبينا داود النبي، بركته علينا. أمين. سبحوا الرب فإن الرب صالح، رتلوا لاسمه فإنه حلو، لأني أنا علمت أن الرب عظيم هو، وربنا أفضل من جميع الآلهة. باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي،
الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي أيضا. في بيت أبي منازل كثيرة، ولولا ذلك لكنت أقول لكم إني أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت لأعد لكم مكانا، فسوف آتي أيضا وآخذكم إلي حتى تكونوا أنتم أيضا معي حيث أكون أنا، وأنتم تعرفون الطريق حيث أنا ذاهب. قال له توما: يا رب، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا رب، أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس، من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في أبي وأبي في؟ الكلام الذي أكلمكم به لا أتكلم به من نفسي وحدي، بل الآب الحال في هو الذي يعمل أعمالا. آمنوا بي أني أنا في أبي وأبي في، وإلا فآمنوا بي من أجل الأعمال. والمجد لله دائما.